في رئاسة الطائفة تلقي في 2016 عندي فيديو 4 دقايق بقول رأيي، مؤتمر ألف خادم الأخير بقول رأيي بوضوح، أنا ضد هذه القضية. في البعض اللي يحاول يعمل نوع من التشكيك في الكتاب المقدس، لدينا موقف واضح في هذا الأمر ما بنقبلوش، وإحنا بنؤكد على أهمية الاعتماد على كلمة الله في دور الكنيسة الفاعل في خدمة المجتمع. ففي بعض هذه النوعية من التعليم أنا لديها موقف واضح. أشكركم شكرا جزيلا. مع القيادات اللي موجودة بنشتغل من أجل أن دور المجلس يبقى على أرض الواقع. في برامج فعالة في مجلس كنيسة مصر، وفي برامج عايزة تفعيل، يعني برنامج الرعاية من البرامج الفعالة، بعض البرامج زي برامج الشباب وغيره عايزة نوع من التفعيل. في المرحلة الجاية هنشارك سواء من خلال مجلس كنيسة مصر أو بيت العلم. هي واحدة من الأطر اللي أنا بهتم بيها، العلاقات مع المجتمع ككل، التضامن مع المجتمع، الدور اللي ممكن تقوم به المؤسسات الإنجيلية كالهيئة الإنجيلية أو المدارس أو المستشفيات أو المستوصفات أو دور الحضانة، كل ما لدينا من مؤسسات إزاي تتضامن مع المجتمع بالذات في الأوقات الصعبة. التضامن حاجة من الحاجات المهمة جدا. الدبلوماسية الشعبية، إحنا كإنجليين عندنا علاقات دولية واسعة مع الإنجليين في أوروبا والولايات المتحدة. تصحيح صورة مصر، في دايما صور مغلوطة، في رغبة في نقل صورة غير حقيقية، في محاولة وضع نموذج ما هواش الحقيقة في مصر. احنا نشهد عن الحق ونشهد عن العدل ونقول ما يحدث في بلدنا. الدبلوماسية الشعبية وعلاقتنا الدولية واحدة من الأمور المهمة في المرحلة الجاية. فأنا يعني دي الملامح الرئيسية اللي أنا هشتغل عليها في المرحلة الجاية.